مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى هذا البرنامج المباشر حول ورش الإصلاحات الدستورية بالمغرب. مع ضيوفنا هذا المساء نناقش ترسيخ مبدأ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان ودستر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والالتزامات الدولية للمغرب. معي هذا المساء لمناقشة هذه المحاور السادة عدي السباعي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية. محمد محفيظ، عضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة. والدكتور حميد أربيعي، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة. مرحبا بكم جميعا. في البداية فوزية العسولي، مباشرة بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس، قررت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلغاء وقفة احتجاجية كان من المزمع تنظيمها يوم 12 مارس. ما هي دوافع هذا الإلغاء؟ الدوافع ديال الإلغاء هو أن الوقفة كانت جات نتيجة ديال الملاحظة ديال تعطل مجموعة ديال الوعود اللي كان ممكن أن الحكومة تقوم بها، من ضمنها قانون إطار لمناهضة العنف ضد المرأة اللي تعذر أنه يعني 3 سنوات ما كانش فيه. كان كذلك عدة مشاكل بالنسبة للتطبيق ديال المدونة وخاصة زواج القاصرات، كانت مشاكل بالنسبة لواحد الدفتر اللي كنا تقدمنا به في إطار المواطنة المسؤولة، تقدمنا به بالأربع أحزاب، والأحزاب كانت وعدتنا 9 أحزاب وكانت وعدتنا 4 منها كانوا في الحكومة على أساس التطبيق ديالو. مني جينا المساءلة تعطل التطبيق، ومن جينا المساءلة تعثرات كذلك، وبالتالي كان لابد من التحرك في إطار التحرك والحراك الاجتماعي والسياسي، كان لابد من إسماع صوت النساء في هذا المجال. نيجي الخطاب الملكي، ورأينا أن كانت فيه نقط اللي هي هامة، وكان استجابة قوية خاصة فيما يخص دستورات توصيات الإنصاف والمصالحة. سنعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل. بلينا أن الوقت للنقاش وللاقتراح أكثر من ما هو للاحتجاج. سي محمد محفيظ، من المرتقب أن تقدموا غدا أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مقترحاتكم بخصوص مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية، هل ممكن معرفة ماذا ستقدمون في هذا الاتجاه؟ ما سنقدمه هو خلاصة مطالبنا على مدى سنوات منذ تعديل 92 و96. في كل مرة كنا نحس في تصدينا للانتهاكات التي كتوقع في مجال الحقوق وفي مجال الحريات، لأنه إحدى الضمانات الأساسية هو دستور كنص اسمى، ولذلك سنضمن مذكرتنا مطالب تتعلق بترسيخ هذه الحقوق الفردية والجماعية اللي يمكن نفصلوا فيها فيما بعد، سمو المواثيق الدولية والصكوك الدولية على القانون الوطني، كذلك فصل السلطات، استقلالية القضاء، لأنه تنعرفوا بأنه إحدى المظاهر ديال تفشي الانتهاكات هو الوضع اللي عليه القضاء، كذلك مسألة المساواة، وجزء من اللي ذكرت الأخت فوزية من المظاهر ديال الحيف اللي تتلحق اللي تخص تجاوزها، الحقوق ديال الفئات الهشة المعاقين، الأمومة، كذلك الحرية ديال التفكير والضمير والعقيدة، كل ما وصلت إليه الإنسانية فيما يخص الحقوق الإنسانية التي لا يمكن تفويتها، والتي نرى بأنه إحدى الضمانات ديالها هو الدستور، فسنقدمها في مذكرة غد إن شاء الله. لا سي سباعي، حزب الحركة الشعبية قدم المقترحات ديالو، شنو كيميز المقترحات ديالكم فيما يخص مجال حقوق الإنسان والحرية الفردية والعامة مقارنة مع باقي الأحزاب؟ أولا لابد أن أؤكد أننا حزب يتميز بثلاث مرجعيات في هذا الباب ديال الحريات. اولا نعتبر الحزب الذي ساهم بشكل كبير جدا في اقرار الحريات العامه منذ فجر الاستقلال في المغرب، وهذا المرتكز مع الاسف لم يقرا بقوه ولم يفهم من طرف بعض التيارات السياسيه وحتى من طرف وسائل الاعلام. ف
ما ننعم به اليوم ساهمت به الحركة الشعبية بشكل قوي منذ وكانت وراء إقرار هذه الحرية العامة التي تجسدت في حرية الصحافة، حرية تأسيس الأحزاب، حرية الاجتماع، حرية النقابية منذ 58 كما قلت. والدليل أن حتى على المستوى الرمزي كنا ثاني حزب قدم اقتراحاته أمام اللجنة، وهو مؤشر على أننا الحزب الذي فتح باب التعددية السياسية والثقافية في المغرب. ما يميزنا أيضا أننا نتقاسم مجموعة من المرتكزات ومن الأطروحات مع المجتمع المدني والمقترحات، ولكن ما ميزنا أن مقترحاتنا تعتمد مبدأ الواقعية الجريئة. نعم نخلط بين الجرأة والواقعية لأننا واقعيين منذ أن بدأنا في ممارسة السياسة على مدى نصف قرن. أولا انطلقنا من تحديد الهوية المغربية بمرتكزاتها المتنوعة، فأكدنا على ضرورة التنصيص أولا على أن الهوية المغربية هوية متنوعة بمكوناتها الإسلامية الأمازيغية والعربية وعمقها الإفريقي والمتوسطي. طالبنا بفصل خاص يضمن يرسم اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية كلغتين رسميتين على أساس أن يتولى قانون تنظيمي تحديد مجال استعمالهما وكيفية الرقي والنهوض بهما حتى تؤدي هذه الوظيفة. ثانيا ركزنا على فصل السلط من أجل برلمان قوي ومن أجل حكومة قوية أيضا في إطار طبيعة الحال منظور شامل يعطي للقضاء أيضا يرتقي بالقضاء من جهاز إداري إلى سلطة قضائية. ركزنا على الجهوية التي كنا سباقين إلى حقوق الإنسان إلى طرحها. أما فيما يخص حقوق الإنسان فقد أكدنا على الحريات الفردية والحريات الجماعية في إطار تراتبية دستورية سنأتي للحديث عنها. أحب أيضا أن أؤكد أنه ما دمنا نتحدث عن دولة الحق والمؤسسات أننا الحزب تقريبا المتميز في المغرب، ولا أقول هذا من باب الشوفينية والمزايدة، الذي استطاع أن ينقل الصراع السياسي من داخل المؤسسات، وبعد أن كان الصراع حول شرعية المؤسسات نقلنا الصراع إلى داخل المؤسسات، وهو ما تم في سنة 98. لأننا أصلا نؤمن أن الصراع السياسي يجب أن يتم تحت سقف المؤسسات بغض النظر بطبيعة الحال عن طبيعتها ودرجتها، ونتمنى بطبيعة الحال الرقية بها. شكرا سي حميد الربيعي. الدستور المغربي يضمن مجموعة من الحقوق والحريات العامة، كيف تمارس هذه الحريات في المغرب وكيف تطورت؟ شكرا سي خالد مصطفى ولي دوزيم على الاستضافة. طبيعة الحال المغرب كسائر الدول يستمد مصادر مختلفة، هناك مصادر مختلفة تتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المغرب. يجب أن نذكر فقط حتى نضع السياق العام، نكون في السياق العام بالنسبة لتطور مسألة حقوق الإنسان في المغرب. هو بعد استقلال المغرب وقع تنصيص بظهائر ظهير 1958 الذي نص على حرية تأسيس الجمعيات، حرية الصحافة، وحرية التجمع. ولكن توالت بعد ذلك مجموعة من الإصلاحات، وأشير هنا على وجه الخصوص إلى انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. معناه هناك مجموعة من المعاهدات الدولية ذات صلة بحقوق الإنسان انخرط فيها المغرب، والمغرب طرف في أهم هذه الاتفاقيات الدولية، ولازال مسلسل الانخراط والمصادقة على الاتفاقيات لازال يعني مستمرا وقائما. بالإضافة إلى المصدر الدولي هناك الدستور المغربي منذ 1962، أول دستور مغربي تضمن في بابه الأول مجموعة من الحقوق والحريات. طبيعة الحال هذه الحقوق والحريات تحتاج إلى نصوص تطبيقية، وهو ما أدى إلى صدور إما نصوص ظهائر أو نصوص قانونية أو تنظيمية لضمان ممارسة هذه الحقوق بالنسبة للأفراد وبالنسبة للمواطن على حد سواء. المسألة الأخرى وهو بالإضافة إلى النصوص، عرف المغرب إنشاء مجموعة من الأجهزة، مجموعة من الهيئات التي كان الهدف منها هو طبيعة الحال حماية حقيقية لهذه الحقوق وضمانة أساسية لممارسة الأفراد لهذه المشكل في الممارسة. إذن الممارسة يعني للتذكير فقط هناك بعض الأجهزة التي أنشئت، وإذا تحدثنا فقط على الفترة الأخيرة يعني بعد وصول الملك محمد السادس إلى الحكم يعني تم إنشاء مجموعة من الأجهزة، وشهر مارس هذا الذي ودعناه يعني هو سيبقى في نظري يعني شهرا منقوشا في ذاكرة المغاربة، لأنه حمل مجموعة من الإصلاحات من العيار الثقيل. أولا
تم إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي حل محل مجلس إنشاء حقوق الإنسان. أنشأنا كذلك مؤسسة الوسيط الذي حل محل مؤسسة ديوان المظالم، بالإضافة إلى تعيين المندوب الحكومي لحقوق الإنسان. ولكن الإصلاحات أو التي جاءت في الخطاب الملكي لتاسع مارس بسنة 2011 في الحقيقة هو تتويج، يجب أن يفهم الخطاب على أنه تتويج وأنه حصيلة لما تم تحقيقه في المغرب منذ سنوات، يفتح المجال لتوسيع ممارسة الحريات الفردية والجماعية. فوزية غتقدموا واحد، يمكن أعتقد غدا ستقوم بتقديم مقترحاتكم أمام اللجنة الاستشارية، يمكن نعرفوا شنو الفحوى ديال المقترحات ديالكم في إطار ما سميتموه الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة. ما غاديش نقدر نعطي الكل ما جاء في المذكره بطبيعه الحال، لان خصنا لابد نقدموها. غادي نعطي اولا شنو هي المشاكل اللي صادفنا بها بطبيعه الحال، كيف ما سبق وذكر ان في هذا العقد الاخير حققت النساء عدد من المطالب مدونه الجنسيه التمثيليه السياسيه الى اخره، ولكن كان دائما هناك مشاكل لا بالنسبه للتطبيق، لا بالنسبة للتردد الحكومي، لا بالنسبة للصعوبة ديال النساء، صعوبة اقتصادية واجتماعية وهشاشة اللي كتخلي هذيك الاستفادة ماشي تامة، لا بالنسبة كذلك القضاء بما يعرفوه من مشاكل ديال الرشوة وبما يعرفوه من عقليات كذلك اللي هي محافظة. أضف إلى ذلك المشكل الكبير هو أن دائما بقينا حتى ملي كنصادقوا على شي اتفاقيه كنوضعوا تحفظات، حتى ملي صلحنا المدونه تحفظات مبرره وخدينا تمني اسمح لي نكمل، حتى ملي عملنا مثلا المدونه اعطينا مثال مشينا غادي نمشي بالتدقيق ومشينا للمساواه، خلينا هذيك المدونه فضفاضه كل يمكن يقراها كيف ما بغى، وبالتالي شنا المشاكل ديال التطبيق لا بالنسبه للزواج القصير ولا بالنسبه للتحايل التعدد ولا بالنسبه لاقتسام الممتلكات. يعني في بالنسبه كذلك العنف شنا مثلا ان استطعنا بفضل النضال النسائي اننا نكسروا هذا الطابو ديال العنف، وان الحكومه تبنى استراتيجيه ومن بعد استراتيجيه مخطط تطبيقي، من بعد ذاك المخطط التطبيقي قال لنا غادا تكون واحد القانون، هذاك القانون تعطل تقريبا من 2006 حتى 2011. يعني هناك عده اشكالات. مشكلنا هو ان عندنا دائما لو كونسونسو التوافق. اللي بغيت انا نقول هو ان هذا التوافق ما كيمكنش له يكون في القيم، لان القيم والمبادئ وبخاصه الحريه والكرامه وحقوق الانسان هي كتشكل الانسانيه ديال هذا المواطن، وبالتالي ما فيهاش تفاوض عطيه شويه ونقسم منه شويه، هي كامله جزء لا يتجزا. هذا التردد هذا مع الاسف هو اللي خلانا نتعطلوا سنوات. الان بالنسبه لنا هذا الاصلاح ديال الدستور هو فرصه تاريخيه باش المغرب يدير الاختيار ديالو، لان الديمقراطيه ليست فقط قواعد مقترحات عمليه. عمليا مبدا المساواه خاصو يكون من ضمن المقومات، مبدا المساواه ما بين النساء والرجال في كافه الحقوق الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والمدنيه خاصها تكون من بدون تحفظات. بدون تحفظات، انا قلت ان المساواه حنا النساء يشكلوا النساء كيشكلوا 50 ازيد من 50% ديال هذا المجتمع، ازيد من 50% ديال هذا المجتمع، ما كيمكنش نديروا ديمقراطيه رجاليه. ولكن كاين المشكله ديال المرجعيه الاسلاميه من القضيه ديال الارث مثلا. الحقوق هي حقوق كامله، والمواثيق الدوليه ساهمت فيها البشريه كامله بما فيها الحضاره الاسلاميه، وحنا كنعرفوا ان الدين لحد الساعه يستغل ويستعمل وكتعمل له قراءات، والدين فيه قراءات متعدده، ولا بغينا نديروا فيه قراءه المجتهده ما غادي يبقى عندنا حتى شي مشكل مع المواثيق الدوليه، ما غادي يبقى عندنا حتى مشكل مع المساواه، لان الدين اساس العدل والمساواه ما بين المواطنين والمواطنات. توضيح خصنا ملي كنناقشوا هاد الحقوق والحريات سميتو خصنا نتفقوا. اولا الان ما يسمى بالخصوصيه المغربيه الى غير ذلك فيها نقاش، ولكن نحن نسميها النموذج المغربي.
وهذا المصطلح إلى لاحظنا راه ظهر في هذه العشرية الأخيرة دائما في الخطابات الملكية السامية. فعلى مستوى الجهوية فكرنا نخلقوا نموذج مغربي أيضا هذا ينطبق على هذا الدستور. ما سمته الأستاذة بالتوافق طبيعة الحال لا يكون في القيم، ولكن التوافق مجتمعي ضروري لأننا مجتمع متعدد المصادر الثقافية والاجتماعية والسياسية. نحن نتوافق على النصوص. ما أزكي فيه الأستاذة هو أن على مستوى الممارسة هناك إشكال، لأن بالنسبة لما سميته بالتحفظات أنا أقول المعاهدات الدولية نحن مع سموها على القانون الوطني على التشريعات الوطنية، ولكن في إطار احترام ثوابت الدستور. إلى أخذنا مثلا بعض النماذج حتى الأوروبية، ثوابت الدستور ولا مرجعية الإسلامية، الثوابت الدستورية بما أن الإسلام ثوابت دستوري، ثوابت من ثوابت الأمة إلى جانب أيضا الملكية. وهنا قمة الإبداع هو وجود إمارة المؤمنين في المغرب كضامن للأمن الروحي، كضامن لممارسة الشعائر الدينية لكل المواطنين. نحن نقول بأنه أي معاهدة يمكن أن تفيد المغرب نحن معها. بمعنى آخر حتى مثلا إذا أخذنا التجارب كما قلت الفرنسية لا يمارسون مثلا الآن يناقش في فرنسا ما يسمى بفرنسة الإسلام أو الإسلام الفرنسي. غدا سيدخل حيز تنفيذ القانون. بمعنى آخر هناك قيود. هذه دولة ديمقراطية. نعم هذه دولة ديمقراطية. نأخذ سويسرا التي تمنع المآذن الإسلامية. إذن الآن لماذا نحن إذا أردنا أن نقلد أوروبا ونقلد المجتمعات الديمقراطية وهذا رهاننا وأملنا، فيجب أيضا أن نتحدث عن مجتمع تتوفر فيه نفس شروط العيش، نفس الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش أوروبا. نحن مغاربة ولا يمكن أن نكون إلا كذلك. أقول أيضا أن من مقترحاتنا نحن في المذكرة ركزنا على مفهوم أساسي وذكرته الأستاذة وهو مفهوم الكرامة. مفهوم الكرامة مفهوم جوهري يختزل كل شيء. فنحن ما نسعى إليه هو العيش بكرامة سواء للرجال أو للنساء أو للأطفال. فأتمنى أن نتحدث عن مفهوم الأسرة. وإذا فصلنا في الأمر مثلا وأكد لك هناك مدونة الأسرة وليست مدونة المرأة. نعم إنجاز كبير ويحتاج إلى مزيد من التحصين. أقول أيضا أنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث عليها أيضا الأستاذة مهم جدا، لأن اليوم نحن طالبنا بالمساواة على مستوى الحقوق الاقتصادية السياسية المدنية والثقافية واللغوية، لأن جزء كبير من المغاربة هذا هو المشكل يفتقر إلى حقوق قاعدية. مازال الناس كيموتوا في الجبلة السي مصطفوي في غياب نسمة أكسجين. أنا فقدت والدي في مستشفى لأن من الأربعة العشية حتى الخمسة الصباح ما كايناش قرعة الأكسجين باش يعيش في هذا الشهر الكريم ديال فبراير. الناس في أي تعبدي فوق أزيلان مقطوع عليهم الثلج، يعني أبسط الحقوق. إذن خصنا نفكروا الآن. نحن مغربون نعرفه جيدا، مغرب يحتاج إلى الإصلاح، ونعتبر أن الإصلاح الدستوري المقبل سيجب أن يكون نصا توافقيا يعبر على جميع المغاربة، لأننا نبني مستقبلا نتقاسمه جميعا. بدنا نعرف الموقف ديال المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول قضية ديال التحفظات. في الواقع بكثرة ما كنسمعوا هذه المسألة ديال التحفظات في هذا خصوص هذه الأمور، يعني ولات عندنا واحد الحساسية من هذه المسألة. في كل الأمور الأخرى ما تنتكلموش على التحفظات، تنجيو للمسائل اللي كتشكل إنسانية الإنسان اللي هي الحق ديالو في الكرامة، الحق ديالو في الحرية، والحق ديالو في المساواة، والحق ديالو أنه ما يتعذبش وما يتختطفش وما يتمارش عليه الغبن وما يتمارش عليه الميز. أيا كان هذا الإنسان تنبداو نتكلموا على التحفظات. التحفظات هو إجراء دار دوليا لأجل ضمان أكبر قدر من 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 من, من التوقيعات. ولكن أنا شخصيا كإنسان أنتمي إلى بلد مسلم لا أحس بنوع من 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 الغبن أن يقدم بأنه الذين ينتمون إلى الديانة الإسلامية هم أقل من الشعوب الأخرى أو من الديانات الأخرى فيما يخص تمتع بالحقوق والحد منها. وكل الأمثلة اللي ذكر الأستاذ غير صادقة هنا، غير صالحة، لا في مسألة البرقع بالنسبة لفرنسا رغم النقاش اللي كاين فيه بالنسبة للمناضلين ديال حقوق الإنسان، ولا فيما يخص سويسرا. المشكل اللي كاين الآن لا فيما يخص الاتفاقيات ديال المرأة ولا فيما يخص بعض الأمور الأخرى. نريد أن نكون كشعب في مستوى الشعوب الأخرى، لا ينتقص من حقوقنا فيما يخص الحرية والكرامة والمساواة والعيش الكريم
العيش الكريم الذي يتمتع به كل المغاربة في أقصى نقطة إلى أقصى نقطة. هذه مسألة لا يجب إطلاقا أن نطرح بخصوص مسألة التحفظات ستقول، ولكن كما قلت بالنسبة للفوزية مسألة المرجعية الإسلامية أو قضية الأمور المتعلقة أنا ما أقوله هو التالي، أنا ماشي فقيه، ولكن ما أقوله لدي قناعة راسخة بأن الدين الإسلامي ليس أقل من أديان أخرى. لو طرحت هذه المسألة على أوروبا في القرن 15 و16 قضايا ديال لكانت المسيحية بالأولى مضادة الكثير من، قاموا بعمل جديد واجتهاد قوي جدا فتصالحوا مع عصرهم وتصالحوا مع وقتهم واستطاعوا أن يجعلوا أن الإنسان يمكن أن يعامل المرأة بمساواة، أن يعامل الإنسان الآخر بمساواة دون أن يحس بأن هذا يطرح لي مشكل في عقيدته. المفروض على رجال الدين وعلى المثقفين وعلى نهضة فكرية عامة يعرفها المغرب تمكن من عملية هاد التصالح. لكن سأقول بكيفية مطلقة، أنا عندي قناعة بأنه إذا كانت الديانة الإسلامية حق وكما يقول ابن رشد بواحد الصيغه اخرى، والحكمه الانسانيه ممتله في المواثيق الدوليه حق، فالحقوق لا يضد الحق بل يوافقه ويشهد له. متاكد بانه ما كاينش تعارض، خص شويه ديال الاجتهاد وشويه ديال استاذ ربيع. كيفاش يمكننا نجتهدوا ونوفقوا بين هذه المرجعيه الاسلاميه والمرجعيه والانفتاح المرجعيه الدوليه؟ هنا غير توضيح بسيط، وهو في حق عندما نتحدث عن مساله التحفظات وقع في المغرب نوع من التهويل من هذه المسألة، وأنا أعطينا نماذج بسيطة جدا لوضح يعني أهمية هذه التحفظات ونموذج. وهو أولا المغرب فعلا قام بمجموعة من التحفظات بخصوص بعض الاتفاقيات الدولية، أهم اتفاقية التي وضعت كاين دول كبرى لا غادي نرجع لأمريكا تتحفظ على الاتفاقية اللي ما عندها علاقة بالدين يعني ما يطار هي اتفاقية إلغاء جميع أشكال تمييز المرأة، هي التي يعني شهدت أكبر عدد من التحفظات من طرف المغرب. ولكن أنا أريد أن أذكر بشيء مهم جدا، وهو أن الملك محمد السادس بعد وصوله للحكم في يوليوز 1999 في دجنبر 1999 نفس السنة هناك رسالة ملكية بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضح بما فيه الكفاية موقف المغرب من مبدأ الكونية، مبدأ عالمي لحقوق الإنسان، قال نحن مع المبدأ الكونية مع مبدأ العالمية. فعلا هناك بعض الخصوصيات، هذه الخصوصيات يعني لا تؤثر ولا تلغي المبدأ العام. النموذج الثاني وهو في الدستور المغربي في ديباجة المغرب في 1992 عدل الدستور وأكد بموجبه تشبثه باتفاقيات حقوق الإنسان كما هو متعرف عليها دوليا. إذن هنا المغرب ينخرط بشكل واعي متبصر في يعني الاتجاه العالمي لحقوق الإنسان. بقيت بعض المواضيع البسيطة والتي تحتاج إلى تحفظات، ما يتعلق بمسألة الإرث، ما يتعلق مثلا الديانة، الاتفاقية حقوق الطفل المادة 14 المغرب تحفظ بخصوصها، لأن في نظرنا نحن يعني المغاربة في التشريع المغربي أن الإنسان الطفل المغربي يولد الذي يولد من أب مسلم ومن مسلمة فهو يولد على الفطرة، يولد مسلم لا يصبح لا يعتنق الإسلام وإنما مع الفطرة. خلينا نكمل الفكرة اللي خلينا نقطة أخرى، وهو أن المالك دائم محمد السادس داخل المبادرة قام بإعلان سحب التحفظات التي وضعها المغرب على اتفاقية إلغاء جميع الصدام. ربما لحد الآن لم يتم تفعيلها، لأن لما نطالع أدبيات الأمم المتحدة لازلت هذه التحفظات لم تراوح مكانها، ولكن هناك أعتقد لا في الخطاب الرسمي ولا من حيث النصوص، وممكن أن أعطي أمثلة كثيرة التي بمجي بها المغرب. ونرجع لفكرة السمو، المغرب يعترف بسمو القاعدة القانونية الدولية على القانون الداخلي، والقضاء المغربي الآن يعني يسير في هذا الاتجاه. بالنسبة لواحد الطرح جبنا حنا في المذكرة ديالنا حول المعادلات الدولية سواء ديال حقوق الإنسان أو كل ما يتعلق بالقانون الدولي، حنا اقترحنا أن جميع المعاهدات يجب أن يصادق عليها في البرلمان باش نحلوا هذا المشكل، ما دام اننا الان في البرنامج يكون في لا الان في اطار الهندسه لا، لاننا نتحدث عن المؤسسات، وانا اقول دائما ان المؤسسات ليس بنصوص فقط بل بكفاءتها. نحن في اطار الهندسه الدستوريه التي نتمنى ان تتحقق في ارض الواقع، ننتظر برلمان منتخب بشكل حقيقي
قادر على ترجمة كل هذه الانشغالات المجتمعية. نحن أيضا مع المعاهدات، أنا أقول فقط أنه كلمة تحفظ في حد ذاتها سلبية، فقط يجب أن نراعي انسجامها، انسجامها كما قال الأستاذ في باب الاجتهاد، يمكن أن نجتهد ونجد جسرا لكي تنسجم مع المعاهدات. هنا نتحدث عن مصادر التشريع في المغرب، هناك المرجعية الإسلامية، هناك المعاهدات الدولية، وهناك عنصر أهم ننساه دائما العرف، وهو ما يسمى بلودروا كوتومي أو القانون العرفي، فهو مرجعية أساسية من الأسس اللي مهمة أيضا في اللي نهضروا على مفهوم حقوق الإنسان والحريات العامة. أستاذ عندك تعقيب تفضلي. بالنسبة لي مسألة أساسية خص الشعب المغربي يوعى بها، وخص الرجال ديالو والنساء ديالو يوعوا بها. الديمقراطية راها واحدة ماشي فاصل للسلطة فقط، الديمقراطية هي مواطنة كاملة، هاد المواطنة كاملة ما كيمكنش ليها تخلي 51% ديال النساء بدعوى أن هناك خصوصية ثقافية أو شي حاجة من هاد القبيل. حنا كنعرفوا أن إلا بغينا كيتستعمل دائما، والبعض مع الأسف كيستعمل دائما الدين فيما يخص مسألة ديال النساء. حنا كنعرفوا الآن أن من هنا 15 سنة الأطر اللي غادا تكون غتكون نسائية، أغلبيتها نسائية، المغرب مقبل على هذا، والدراسات علمية ودراسات سوسيولوجية واقتصادية وضحاته. أكثر من هذا بان أن مسألة ديال التمييز تجاه النساء هو مكلف، مكلف للتنمية، ماشي فقط مسألة غير حق، بالإضافة أنه حق هو مكلف كذلك للتنمية. ولا بغينا نكونوا مواطنين ما فيناش طبقات ديال الأسياد وديال العبيد، خصنا كلنا نكونوا مواطنين. وبالتالي ما كنشوفوش حتى شي حاجة انتبهوا لآراء بعض المواطنين وتساؤلاتهم حول موضوع حقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية والجمعية بالمغرب. نطلب من الجهات المسؤولة أن توفر لنا ضمانات من أجل ممارسة الحرية، والحرية تسجل في عدة خصائص من بينها حرية الإعلام، حرية التعبير وإلى غير ذلك، ونندد بكل سياسة سنوات الرصاص التي مرت على المغرب، وبذلك نطمح إلى الحرية وحقوق الإنسان، هو الهدف الرئيس الذي نطالب به كشباب. الملك صراحة استجب، التقط الإشارة واستجب للمجموعة ديال الانتظارات ديال الشباب. المشكل اللي كيكمل الآن هو في مدى الضمانات. الملك ما تيحكمش بوحده، تيحكم هو وواحد المحيط ضاير به، والمحيط حنا تنعرفوا بأنه محافظ. إلى أي مدى هذا المحيط غادي يخلي هذه الانطلاقة ديال التحول يخليها تمشي بعيد؟ في نظرتي أنا الدستور الحريات ماشي الحرية هي الفوضى والكلام، بل الحرية هو تغيير في المستوى الميادين مختلفة بينها الصحة، التعليم، الجهاز القضائي. فيما يخص الأهم بالنسبة للممارسات السابقة هو دسترت التوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة اللي كدي تعزز حرية المواطنين في التعبير، في التنظيم، وفي الاجتماع، وفي إبداء الرأي فيما يخص السياسات العمومية التي تهم المعيش اليومي للمواطنين. مجال تعزيز الحريات هو عنصر أساسي وجوهري في التعديلات الدستورية. توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أهم شيء فيها هو دسترتها، ولكن الدسترة على أساس أن المغرب يحترم جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويجعل من هذه الاتفاقات والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان تسمو على القوانين الوطنية، والقوانين الوطنية في هذه الحالة ستكون مجبرة على أن تتكيف مع هذه المعاهدات الدولية. في مجال الحرية الصحافة والإعلام أظن أنه لم يعد مقبولا البقاء العقوبة السلبة للحرية. في مجال توصية هيئة الإنصاف والمصالحة علينا أن نكشف الحقيقة عن كل الماضي الذي جرى، لأن المغرب دشنا مصالحة حقيقية بين الماضي والحاضر. فيما يخص الحرية الفردية أعتقد أنه أصبح من الضروري أن نعتمد سياسة إعطاء الحق للجميع على قاعدة ما لله لله وما لقيس لقيسر. دسترت توصية هيئة الإنصاف والمصالحة والتوسيع في مجال الحرية الفردية والجامعية، ومنها إخراج قانون صحافة جديد فيه واحد الهامش كبير من الحرية اللي تكون فيه ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، اللي تكون واحد الرأي العام أنه قادر يؤثر في سواء قرارات السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.
سي محفيظ، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان طالبت السلطات العمومية باتخاذ تدابير مصاحبة لورش التعديلات الدستورية مثل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتحرير الإعلام العمومي ليطلع بمهامه. هل تمت الاستجابة لهذه المطالب؟ وماذا تقصدون بالمعتقلين السياسيين؟ شكون هاد المعتقلين السياسيين عندنا في المغرب؟ يعني السياق ديال هذه المسألة هو أننا تنعتبر أن اللحظة ديال تعديل الدستور ممكن أن تكون لحظة واعدة، ولحظة فعلا تيتم فيها واحد النوع ديال التقدم إلى الأمام فيما يخص تحصين الحريات وتحصين حقوق الإنسان بالنسبة للإنسان المغربي. ولكن باش يكون واحد النوع ديال انخراط شعبي كامل وحقيقي في هذا الورش الكامل، خص احنا تنتكلموا على دستور غيضمن الحريات وفي نفس الوقت كاين انتهاكات. انتهاكات كاين، واش عندنا معتقلين سياسيين في المغرب؟ انا جاي تنقول انا بصفه عامه، يعني لا يعقل انه بعد الخطاب الملكي وكاينه واحد الاجواء متفائله تيتم التفريق ديال المتظاهرين في قدام المقر ديال الحزب الاشتراكي الموحد في الدار البيضاء بواحد العنف مبالغ فيه. اعتقد ان المجلس الوطني لحقوق الانسان يقوم بتحقيق في الموضوع. هذا شيء مهم يقوم خاصه بالنسبه للخريبكه. فالمقصود من الفكره هو انه باش نخلقوا واحد الجو تيعاود ثقه للناس وتاكد بانه راه غادي نقطعوا مع واحد المرحله وندخلوا واحد المرحله اخرى، يجب بالضروره ان يكون واحد الاجراءات مواكبه. دابا جوابا على سؤالك بكيفيه مباشره، كاين معتقلين فيما سمي بقضيه بالعرج، لا فيما قدم في محاكمتهم ولا ما جاء فيما بعد. في النهاية نحن أمام ملف تيحكم النوايا وكل ثغرات، وشابت المحاكمة ديالهم ولا المحاكمة ديال المئات من الناس اللي تعتقلوا في إطار ما بعد التفجيرات الإرهابية، تعتقلوا في إطار قانون الإرهاب. المحاكمات كانت محاكمات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة اللي هي جزء من حقوق الإنسان التي لا يمكن تفويتها، فما تيمكنش في هذه الأجواء هذه. وأذكر بأنه آنذاك كنا أيضا في أجواء إيجابية ديال تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وكنا في أوراش حقيقية، لكن درنا واحد الانتكاسة. الآن مفروض أنه إلا غادي ندخلوا لواحد النقاش ليعد بغد مشرق وغد تتوفر في حقوق الانسان، يجب ان تكون هذه الاجراءات المواكبه واجراءات اخرى. احنا دابا ذكرنا غير هذه المساله، مساله الاعلام، مسائل كثيره. لكن الا تسمح لي مساله مهمه باش ما نتزهرقوش فيما يخص التدخلات ديال المشاهدين ديالكم اللي التقطتوها، كانت كلمه تتكرر بشكل كبير جدا اللي هي الضمانات. وهذه تتعكس انه كثير من الاحيان المغاربه يقرؤون او يسمعون بانه كاين حقوق في نصوص او غير ذلك، ولكن كاين واحد الاحساس بعدم الثقه ويريدون ضمانات. انا تنبغي نقول جوج الحوايج في هذه المساله. اولا، معركه حقوق الانسان هي معركه مستمره، حتى ولو جاء الدستور المقبل بكل ما نرغب فيه ستبقى على المناضلين ان يستمروا. هذه مجال لا يترجل فيه الفرسان، تيبقاو مستمرين لان الخروقات كتجي من مصادر مختلفه، غادي تبقى دائما. والضمانه هي وعي المواطن واصراره على انه ينتزع هذاك الحق ديالو. هذه مساله اولى. المساله الثانيه هو اللي تيعطي الاهميه لهذا الاصلاح دابا الان ديال الدستور، انه ماشي ما تنعطيوه شي اهميه استثنائيه واحده غتحل جميع المشاكل، ولكن في نفس الوقت ما تنبخسوش من القيمه ديالو. الخلاصه اللي خرجت بها تقرير هيئه الانصاف والمصالحه في قراءه ما يربو على 40 سنه من الانتهاكات اللي عرفها المغرب، من الخلاصات اللي لقينا هو انه كاين امور في هندسه السلطات في المغرب، ولذلك كنا منظمه حقوقيه كنهتموا بهذه المساله وعطينا اهميه، لان تنعتبروا بانه الكثير من الضمانات يجب ان تكون هذه المساله. ومثال بسيط في علاقه بالسابق هو مساله القضاء. القضاء يجب ان يعترف له كسلطه مستقله، يمكنش يبقى قاضي تياخذ بالتليفونات او هذه مساله ما غتعطينا حتى شي ضمان اي حق من الموقف ديال الحركه الشعبيه. واش كتعتقدوا ان هناك محاكمات غير عادله في بعض الملفات مثل قضايا الارهاب؟ شنو هو الموقف ديالكم؟
بالفعل نحن مبدأنا هو أننا لا نتنكر لسلبيات ما يمكن أن نسمه بعد اليوم بالماضي كله مش غير العشرين الأخيرة، ولكن لنا الجرأة أيضا أن نعتز بإيجابيتها. كما قلت لك نحن لنا مقاربة وسطية. أولا دعمنا دائما حقوق الإنسان وحقوق الناس التي هي أشمل وأوسع. كل السلبيات هذا ما نريد، ما كما جاء في الروبورتاج وما التقط الفكرة الأستاذ ديال المنظمة. الضمانات ما هي؟ الضمانات هو في تعزيز سلطة القضاء كسلطة مستقلة، برلمان قادر على القيام بواجبه الدستوري وبوظائفه في الرقابة، أيضا حكومة قادرة. البرلمان شفنا كي ديال اللجان لتقصي الحقائق. نعم أنا جايك لجان تقصي الحقائق وأعرف جيدا هذا الموضوع. هناك عمل جبار يقام في البرلمان بغض النظر عما يقال حول هذا الأمر. هناك دراسات وتقصي حقائق تدارت. فين كان الإشكال؟ كان في النصوص أولا وفي الممارسة ثانيا. اليوم مثلا في المذكرة ديالنا حول لجان تقصي الحقائق طرحنا واحد الصيغة أنه سنمكن أولا سنبسط النصاب القانوني الذي يسمح بتشكيلها. إن كان إشكال أنك باش تشكل جهة تقصي الحقائق بين مجلس النواب ومجلس الوزراء. غنزلوا العتبة. غنزلوا العتبة، وهذا فيه تعزيز أيضا لمكانة المعارضة داخل البرلمان. وأيضا طالبنا بأن تعطى لهذه اللجان صلاحية تحويل قرارتها مباشرة، تقاريرها مباشرة إلى القضاء ليقوم بواجبه، هذا في إطار فلسفة دستورية متناغمة. أقول وألخص بأن كل ما شاب الماضي من انتهاكات، وأعتبر كما قال أن لحظة مشرقة ما قمنا به في إطار المصالحة والتي لا يجب أن ننساها وسميناها طي الصفحة. بمعنى آخر هذه الفلسفة التي بنيت على المصالحة يجب أن نستحضرها دائما وأن نتجه إلى المستقبل، لأنني ألاحظ الآن أن هامش النقاش الذي يدور الآن في الساحة على الدستور مع الأسف أجد أن هناك خطاب لا زال يعود بنا إلى ما قبل المصالحة ويعيش بمضمون إيديولوجي ديال السبعينات بكليشيهات حداثية متجددة. ورقة المصالحة مهمة، المغرب يتطور بشكل أقول نسبي، لا يمكن أن نغير الأمر غدا تدريجي. كل الفئات الاجتماعية لها مطالب مشروعة بطبيعة الحال، يجب أن نؤسس الدستور أن يكون، أنا في الحركة الشعبية أعتبر دائما أن الدستور ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة ومدخل لكما قلت لإصلاحات مواكبة، أولا إصلاحات سياسية، إصلاحات اقتصادية وأؤكد عليها، إصلاحات اجتماعية. نعم حتى في الأحزاب السياسية قدمنا محورا خاصا بالأحزاب السياسية طالبنا بإلائه بالمكانة أيضا، لأننا نحاسب الأحزاب السياسية. وأنا أقول كممارس سياسي اللي بغي يعرف أش كدير الأحزاب يدير يطفي العصيدة، راه من الصعب أننا نجي ننتقد الأحزاب السياسية. فعلا الأحزاب السياسية لها قصور، هي يجب أن تكون مدارس لتكون النخب، ولكن أيضا يجب أن نعطيها حقها، أن نعزز قدراتها، أن نوفر لها شروط. نحن الآن نطالب بإنصاف ما بالوصول على شكل النقابات إلى ما يسمى بالأحزاب الأكثر تمثيلية، لأن في جوهر النظام السياسي الذي نطوره الآن هو الأحزاب السياسية. كتقول لي بغيت برلمان قوي، بغيت حكومة قوية، شكون اللي غيديرها؟ غيديرها الأحزاب. الأحزاب طبيعة الحال. إذن جوهر العملية هو تقوية الأحزاب السياسية، وكما قلت تقوية هيئات الرقابة التي طالبنا أيضا بدستراتها. فوزي العسولي، كيف في نظركم ستتم عملية دستارات المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور المقبل؟ المسألة ليست فقط دستارات المساواة، هناك دستارات ولكن هناك ضمان المساواة. ضمان المساواة هي الآليات اللي غادي تضمن المساواة الفعلية. إلا خدينا مثلا المسألة ديال التمثيلية النسائية بدون آلية تحفيزية، وهنا كنرجعوا لاتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، كتنص على آليات إيجابية. هاد الآليات اللي خصها تعتمد لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي لضمان تمثيلية النساء في كل مراكز القرار. وانا كنعاود كنقول ان نحن احنا 51% ماشي فقط 50%. اذا هذه الضمانة وهذه الآليات هي مهمة بطبيعة الحال، ماشي هذه وحدها مهمة فقط للتمثيلية السياسية، مهمة كذلك بالنسبة لمحاربة الفقر، بالنسبة للتعليم، بالنسبة للوصول إلى الملكية. كنعرفوا أن الإحصائيات كتقول أن فقط 2% ديال النساء اللي كيقضوا اللي هما مالكين، يعني هذا لا يعقل، 2% اللي عندهم الملكية ديال الأرض، هذا إجحاف.
هذا كينتج عليه الفقر، كينتج عليه التشرد، كينتج عليه واحد مجموعه ديال النساء كتهاجر من البوادي وكتجي كدير برارك في المحيط، كتنتج عليه مجموعه ديال المآسي. اذا خاص لابد من اليات، وهذا من مسؤوليه الدوله ديال تفعيل هذيك الاليات للقضاء، لتحسين الشعور، للقضاء على الهشاشه، للقضاء على الفقر. كنقول النساء ولكن بصفه عامه، غير لان الهوة كبيره جدا، وحسب الاحصائيات ان على مستوى المدن الاسر اللي كتشكل من الافراد ديالها من خمسه فيما فوق، واللي هي الشيف دو فامي يعني بطل الاسره، فيها امراه كتعاني من الفقر بالدرجه الاولى في ثلاث ارباع ديال الاحصائيات ديال المدن. هذا كيبين لنا ان المساله ديال المساواه ومساله ديال السياسه عموميه ماشي فقط وطنيه بل كذلك محليه اللي كتعتمد مقاربه النوع، هي اللي كيمكن ليها تفعل هذيك الحقوق باش النساء يبان ليها انها بالفعل وضعها تحسن وصحتها. عندكم مقترحات عمليه فيما يخص المساواه بين الرجل والمراه في الدستور المقبل؟ احنا كمنظمه حقوقيه نخرط بالكامل مع الاقتراحات ديال الربيع النسائي. فقط اؤكد على انه المغرب قطع ايضا في هذا المجال، هذا قطع اشواط كبيره، ولكن شنو تتبين التجربه بالفعل؟ تتبين بانه كاينه عوائق كثيره كثيره امام جعل هذه المساواه ماشي متحققه. على الاقل اننا نمشيو في الاتجاه ديالها، فيها ما هو مرتبط بالعقليات، فيها ما مرتبط بالقوانين، فيها ما مرتبط بالثقل ديال المورود، فيها اشياء كثيره. ولذلك نحن اقترحنا انه يتم تنصيص دستوريا على المساواه، وبخلاف ما كاين في الدستور ديال 96 اللي يركزها غير فقط الحقوق السياسيه، حنا تنقولوا في جميع الحقوق تكون المساواه. ثم ايضا كاين اقتراح متفق عليه عند المنظمات الحقوقيه والمنظمات النسائيه ديال التفكير في واحد الاليه ديال المجلس اللي تيمكن له يكون عنده هاد استاذ ربيع، الى اي حد استند توصيات هيئه الانصاف والمصالحه ستدفع بموضوع اشكاليه حقوق الانسان في المغرب؟ اذا سمحت لي غير واحد التركيز، واحد الاشاره لقضيه الضمانات. الضمانات بطبيعه الحال لا يمكن الحديث عن حمايه حقوق الانسان والنهوض بها بدون ضمانات، الكل يتفق على ان الضمانات هي الاساس. عندنا نصوص ولكن كيف نفعل هذه النصوص؟ مساله المساواه في الدستور موجوده، جميع المغاربه سواء امام الدستور. لكن حنا كنهضروا على الضمانات في الفعل. لا اللي بغيت نشير له انه القواعد والمبادئ يمكن ان نجدها في الدستور او في نصوص تشريعيه اخرى او في مواثيق دوليه. المشكل اين يطرح؟ المشكل وهو كيف يمكن للقضاء، احنا غادي نشيروا لمساله القضاء كضمانه، القاضي المغربي يشكل ضمانه لممارسه الافراد لحريتهم ولحقوقهم. اعطي بعض النماذج، وفي الحقيقه انا اشيد بالتجربه المغربيه في مجال القضاء الاداري. القضاء المغربي قطع اشواط وحقق نقله نوعيه وطفره نوعيه في مجال حمايه حقوق الافراد، عكس القضاء المغربي ذهب الى اكثر من ذلك، الى اقرار التمييز الايجابي لصالح المراه في حالات كثيره. في حالات كثيره نعطي زوج ديال النماذج. كاين نموذج، لا نعطي نموذج اولا، غنعطي واحد النموذج. نموذج عندنا الاحصائيات وعندنا تقارير في هذا المجال. لا هو انا قلت القاضي هو جزء، بطبيعه الحال هناك مجموعه من الميكانيزمات، على كل ميكانيزم وعلى كل هيئه ان تقوم بدورها، لا يمكن للقاضي لوحدها ان يحمي حقوق الافراد، وانما هناك مجموعه من الاجهزه، خلقنا مجموعه من الاجهزه، الوسيط الان الذي حل محل ديوان المظالم، يعني لو طلعتي على التقارير التي ينشرها يعني هو يشير الى بعض الاشكاليات وبعض المشاكل والثغرات والعراقيل التي تجاوزات في التطبيق، وعندنا تقارير مفصله. هذا لا يعفي ان كانوا بعض القدات اللي كانوا في المستوى وكان عندهم واحد التطبيق اللي هو سليم وكان عندهم شي نظره سوداويه. لا ماشي سوداويه، هذا لا يعفي ان كانوا مجموعه ديال القدات. نعطيك زوج ديال النماذج، زوج نعطيك زوج النماذج من القضاء. من القضاء مساله المساواه في الارث، كان هناك عرف معروف في بعض القبائل المغربية الذي يحرم المرأة من الإرث،
القاضي المغربي، قاضي الإداري المغربي أقر مبدأ المساواة في ميدان الإرتو، واستبعد عرفا وطبق مبدأ مستمدا من الشارع الإسلامي. النموذج الثاني يتعلق بالحق في التعليم. أحد الأزواج منع زوجتهم من متابعة الدراسة، فرفعت دعوى وألغى القاضي قرار طبعة الحال متابعته للدراسة. لماذا؟ لا، اللي بغيت نقول أن المسألة، اسمح لي، اللي بغيت نقول أن المسألة فعلا النصوص مهمة، ولكن من يفعل النصوص؟ لو كان عند قاضي جري، قاضي مستقل، قاضي يستمد يعني أحكامه من قواعد العدالة، قواعد الإنصاف، هذا القاضي الذي يطلع على التجارب الإنسانية، على ما حققته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى آخره، يعني ربما يكون عندي نص صياغته غير واضحة، ولكن أفسر هذا النص وطبعا الحال أقرر وأكرس مجموعة من الحقوق والحريات بالنسبة للأفراد. بالنسبة لل جاء في الروبورتاج مجموعة من الأفراد اللي كيشيروا إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، حقا نتفق على أنها قامت بواحد الدور مهم، لأنها اشتغلت لمدة 23 سنة على فترة 43 سنة وأصدرت مجموعة من التوصيات. الملاحظ أن هذه التوصيات التي جاءت هي شبيهة إلى حد ما ما ورد في الخطاب الملكي لتاسع مارس لسنة 2011، تقريبا 80% نفس التوصيات. إذن العمل هنا هو تفعيل هذه التوصيات، يشير مثلا بالمبادئ هو إقرار وتكريس دستوري مبدأ سمو الاتفاقية الدولية على القانون الدولي، يدعو المغرب إلى الاستمرار في الانخراط في الاتفاقية الدولية، يدعو المغرب إلى سحب التحفظات، يدعو المغرب إلى مثلا إقرار مبدأ قرينة البراءة إلى آخره. يعني هناك مجموعة من المبادئ، وأعتقد أنه جاءت الفرصة وحان الوقت لكي تقوم هذه اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بعد الإنصات لجميع الفرقاء السياسيين وجمعيات المجتمع المدني والنقابات، يعني أن تقدم خلاصة تعكس تطلعات وآراء ويعني انتظارات المختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين. أولا إلا سمح لي الأستاذ، فيما يخص الحديث عن القضاء وعلى القضاة، لا أحد يقدم صورة سوداوية. نحن نعرف أنه كاين كما في جميع المجالات كاين نزهاء وكاين ناس تجتهدوا وتقدموا، لكن حتى هذوك نفسهم في كثير من الأحيان تحسوا بالتكبير ديال النصوص. إصلاح القضاء إلى جنا نتكلموا عليه هو شامل، جزء منه هو أولا بعد تنصيبه كسلطة، وهذه مسألة موقعة الدستور، ومن بعد باقي أوراق أخرى في التكوين وفي الوضعية المادية للقضاة وفي أشياء كثيرة. فهذا جانب، احنا تنشوفوا الأمور لا من زاوية سوداوية ولا من زاوية، احنا تنشوفوا الأمور كما هي وتنطمحوا أننا أبناء القرن 21 نمشيوا للأمن. الآن فيما يخص توصية ديال هيئة الإنصاف والمصالحة اللي وردات في الروبورتاج، وكذلك كانت لحظة قوية في خطاب الملك، وحتى اللي كانوا عندهم تحفظات على الهيئة أثناء العمل ديالها صفقوا للتوصيات، الكل تقريبا صفق للتوصيات واعتبرها أنها إلى تحققت ممكن تكون واحد اللحظة. علاش؟ لأنه كل هذا الكلام اللي قلناه الآن هو يكفي أن المشاهدين ديالكم يعودوا يرجعوا للتقرير ويشوفوا الصفحات المتعلقة بالتوصيات، وغادي يلقوا بأنها كلها مذكورة تما. ولكن الفرق هو أنها جات بعد قراءة متأنية للآلام والجروح ديال 40 سنة. راه هيئة الإنصاف والمصالحة ماشي جات وحطت كل التوصيات غير هكذاك مثقفين ولا فقهاء دستوريين ولا كذا وضعوهم، داروا تبعوا المحاكمات كيفاش وقعت، وداروا ندوة حل المحاكمات وشافوا شنو المشكل بالمحاكمات، تبعوا مراكز التعديل كيفاش كيحدث، تبعوا استعمال القوة في فريق المظاهرات والمشاكل اللي أدت لها، يعني دراسة متأنية لكل مظاهر الانتهاكات اللي عرفها المغرب 40 سنة، وخرجوا خلاصات تقول بأنه إلا بغينا نقطعوا مع هذه اللحظة هاي الأمور اللي كاينة باش نتوصل في حضر الماضي، وتلقوا بأنه فيها أمور أساسية وضرورية. احنا بنتمنى كمنظمة حقوقية غير هذا الجانب ولا تحقق في الدستور، راه فنعتبره شيء إيجابي جدا، لأنه تضمن قاع المسائل، تحريم التعذيب، تحريم الاعتقال التعسفي، سمو القوانين، سلطة القضاء، كل هذه الأمور راه نص عليها التقرير ونصت عليها التوصيات ديال هيئة الإنصاف. غير باش ندلي بوجهة نظر ديالي في هذا الأمر ونربطه بالموضوع اللي كنت نقش فيه ديال إيجاد أيضا آليات للتمييز التفاضلي تجاه النساء، من بين الحواج اللي بغيت نأكد عليها أنا خصنا نستحضروا عاوتاني نقلبوا على المساواة بين النساء والنساء. كيفاش؟ داخل الجسم النساء، لأن عاوتاني هناك نساء يعني
مشاكلهن مركب اكثر من النساء، من نساء اخريات، لان المشكل اللي كيوقع لنا الان نحن نفكر كنخبه وننسى الواقع، وننسى الواقع المعيش للمجتمع. اقول لك مثلا انه في بعض المناطق المراه محرومه اقتصاديا اجتماعيا ومفروض عليها شغل المراه حتى الرجل. لا نعم في نفس المجتمع باش نبقاو في هذا الموضوع، لان الان واحد الانسان اللي فقد اللغه ديالو، فقد الهويه ديالو، راه عقوبه مركبه، لان ملي كيجي للقاضي لا زال محتاج الى ترجمان. واش باقي لك نعيشوا في الاربعينات؟ خصو ترجمان باش يوصل. يمكن دابا مع دسترات الامازيغيه يكون. نعم لا، ولكن حين نقول دسترات الامازيغيه راه ماشي مشكل كما قالوا الاخوان نكتبوها لغه، راه الامازيغيه رؤيه للمجتمع، راه مرتبطه بالقضاء، كاين جهات غيجيو الجهات، يمكن الجهات غيعتمدوا. لا ما غيعتمدوش، نحن نؤمن بانها لغه وطنيه رسميه على جميع المغاربه، لان هناك من يتكلمها وهناك من يعيش بها. اقول في التمثيليه السياسيه احنا دعمناها وشاركنا في هذه المساله، ولكن كنا نطالب بمطلب واحد مسيرنا حتى واحد، كنا نطالب بكوطه ايضا للنساء في الغرف الصناعه التقليديه، في الغرف الفلاحيه. علاش ما كنفكروش في الصناعه التقليديات؟ علاش ما كنفكروا في العاملات في الحقول باش يدخلوا حتى هما يديروا السياسه؟ لماذا النضال النسائي والنضال الحزبي عموما ركز فقط على الجمعيات وعلى البرلمان؟ كان من المفروض ان نساهم في هذا. اقول ايضا بالنسبه لحقوق الانسان، هناك بعض الحقوق اساسيه ايضا فكرنا فيها في الحزب، وهي حقوق المهاجرين او المغاربه المقيمين بالخارج، وجزمناهم الى جزمناهم الى جزئين، لانهم شريحه ايضا مهمه في المغرب. اولا يجب ان نضمن لهم الحقوق السياسيه داخل الوطن، هذه وحده. يجب ان ندافع احنا، هذا هو تصورنا، يجب ان ندافع على حقوقهم الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه في بلدان اقامتهم. هناك ايضا نوصلوا اليوم لواحد المساله اخرى ديال ضمان مجانيه التعليم، نصت عليه في الدستور، لانه اللي ما قراوش الناس وما تاثرش هذا الشعب، لان لا يمكن ان نغير المغاربه، المغاربه سيصنعون مستقبلهم. يجب التنصيص على مجانيه التعليم، لان هي اشكاليه كبرى خاصه في البوادي. هناك ايضا مشكل ديال الرعايه الصحيه وحق الصحه اللي ما كانش في الدستور الحالي، يجب ان نضمنه للمغاربه، الى جانب الحق في الوصول الى المعلومه، الى جانب حريه الصحافه. تنصيص على حق يعني انك لا أنا 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 تنصص على حق العمل والشغل في الدستور، ما كيمناش أننا أنا معطلين لا تيسير وكيحتجوا لا تيسير الولوج إلى الشغل والسكن لائق. اسمح لي ثانيا باش نعطي فكرة ونكمل. أقول بالنسبة لهيئة الإنصاف والمصالحة، نحن كنا حاضرين داخل مجلس الشريعة حقوق الإنسان، وكنا يعني ساهمنا في بلورة هذه الهيئة، وإن كان لنا مثلا كنا نعتقد أو كنا نظن أنه لابد أن نبدأ الأصل من الأصل، أن نبدأ من 56 إلى 60، لأن همشت هذه الفترة فكان فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، ولم نسمع من يدعمنا في هذا الأمر، ولكن دعمنا المسلسل إيمانا منا المصطفوي أن الوطنية لا ثمن لها. سمح لي أنا بغيت نذكر وأن الجمعيات الحقوقية والحركة النسائية قامت بالعمل ديالها حتى في القرى وفي البوادي، وحنا كفيدرالية ديال الرابطة قمنا بعدة قوافل ومشينا المناطق اللي هي يا هاد المناطق كلها اللي كتقول لا جبال لا سهولة، بل عملنا تقارير اللي شنا فيها الوضعية لا ديال التعليم لا ديال الصحة لا ديال الشغل لا ديال السكن إلى آخره، وقدمناها في ندوات صحفية، وعملنا خدينا كذلك خبرات، وعملنا أرضية ديال المواطنة المسؤولة، وقلنا ها هما المشاكل، ها بالنسبة للتعليم ها السياسة الحكومية في خصها تمشي، بالنسبة للشغل ها السياسة الى اخره من الامور، وعملنا تفاوض مع الاحزاب السياسيه. مع الاسف حصلنا كل الاحزاب، بعض الاحزاب استقبلتنا ووعدتنا، ولكن ملي جينا للتطبيق لقينا مشاكل، ملي جينا للمحاسبه لقينا مشاكل، بعض الاحزاب ما استقبلتناش كاع. الجمعيات النسائيه ما نساش النساء ديال المعامل، بالعكس حنا النضال ديالنا الاول كان هو قانون الشغل، وكان هذا أول ملف خدمنا عليه في 93، ومن 93 والجمعيات خدامة خدمت على هذا الملف على أساس الأجر المتساوي، على أساس الضمان الاجتماعي، على أساس الحماية والوقاية وشروط ديال العمل اللي هي يا هذه كلها مسائل طالبنا بها. ولكن المشكل قرب لا مابقاش الوقت بزاف، المشكل حنا لسنا في المسؤولية، الأحزاب هي اللي في المسؤولية. لا أنا لا أحمل المسؤولية، كنعملوا مسؤوليه. اولا فكره القوافل
وفكرة الحملات الظرفية ماشي غير عليكم، على الجميع، حتى الحملة الطبية اللي كنشوفوا في العالم القروي، وحتى الفكرة اللي قدمت الآن وزارة الصحة ديال الاستشفاء المتنقل. واش بغينا هذا اللي في الجبل في أي تعبير؟ ولكن الأحزاب واش كاين؟ ندافع على هذا ونحن شركاء في أغلبية. لا واش الأحزاب كدير زي قافلات للتوعية؟ لا لا ماشي قافلة، اجتماعات في الرباط. أقول لك اجتماعات في الرباط. لا لا أقول لك لا اجتماعات في الرباط. نحن حزب ندير ريبورتاج، ما عرفناش شي حزب غير شي مبادرة. لا غير نوضح لك، نحن حزب لم نختار السهل. جميع الاحزاب، جميع الاحزاب ديال الاستثناء. الاجتماعات ديالها كديرها في الرباط، ما كتنزلش الا. اخرى السي مصطفاوي، حنا مشينا للمهم ماشيين منذ 56، كان بامكاننا نديروا حزب تحنا الجريده ونصيفطها في الرباط. ولكن شنو النتائج؟ النتائج النتائج الان هاد الامنيه هاد علاش باقي عندنا دابا نصف قرن نصف قرن النضال. اسمح لي نحن نبقاو دايرين كنهضروا، طلبنا بالتمييز الايجابي والمجالي. لا نوضح هادي، نحن نطالب بالتمييز المجالي للبوادي في اطار جهويه تقوم على التوازن الاجتماعي والجهوي، لان لا يعقل اليوم انه واحد يعيش في مجتمع فيه ترامواي وواحد مازال كيدير سميتو الدواب باش يتنقل ويتسوق. هناك مناطق لا يعقل نبقاو في هذه الديوانيه. هذه مسؤوليه الاحزاب. نعم. اللي تحملات المسؤوليه. اجي عاونينا، سنوات تحملات المسؤوليه. علاش خلات هاد الفوارق بهذا الشكل؟ لا ما خليناهاش، ما تحملناش المسؤوليه. دافعنا داخل الحكومات، داخل المؤسسات الشرعيه من اجل انصاف الوسط. كلمه لا يصبح في مستوى حتى نتحدث عن توازن جهوي ومجالي يسمح لنا بالحديث عن كرامة جميع المغاربه. حفظ اخر كلمه، اي شكل من اشكال الميز وعدم المساواه، اي مظهر من المظاهر ديالو مدان، ويجب ان نعمل جميعا على التصدي له بما فيه التفاوتات اللي تكلمت عليها بالجهات، بالقريه والمدينه، بين كل اشكال الميز اللي كيعجب بها المجتمع ديالنا. انا بغيت غير واحد الفكره مهمه باش ما يخرجوش المشاهدين، لانه ركزنا حنايا غير على الحقوق المدنيه والسياسيه وما تكلمناش بزاف على الحقوق اللي اذا تكلمت مع المواطنين العاديين غادي يتكلم لك على الشغل الاقتصادي والاجتماعي. علاش ركزنا عليها؟ لسبب بسيط. اولا المقترحات ديال المنظمه ولا تنظن ديال الكثير من الهيئات هي تتضمن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، لان الحقوق ما كتفصلش وتتمتع بها تيكون واحد. ولكن ركزنا عليها لان الحقوق السياسيه الدوله ملزمه بها تحت اي ظرف، عندها امكانيات ما عندهاش اي ظرف، حتى في ظروف الحرب، حتى في ظروف ديال هي ملزمه بتطبيق الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. المنتظم الدولي تيطالب الدوله بانها تبذل مجهودات في هذا الاتجاه، ولكن هذا ما تيمنعش من انه ضروري انها تنص على الحق في الشغل، واخا ماشي معناه انه غيمشيو المعطلين وغادي يخدموا، او الحق في الصحه بمعنى انه غادي تفتح الجمائم. هو تيعني حق الشغل ما كيعنيش ان عندك وظيفه عموميه. لا ما تيعنيش. هذا فهم مبتدا، هذا فهم مبتدا. الحق ديال الشغل، المساواه، السكن، الملائم، هذه داخله حقوق المواطن ضروريه تماما. واحد الجو اللي هو نقي اللي تيمشي فيه مجال حقوق الانسان. السي مصطفاوي، هناك تغليب للمنظور السياسي لحقوق الانسان ولجيل الجيل الثالث او الجيل الجديد في حقوق الانسان. وصلنا للنهايه. هيئه الانصاف والمصالحه راه خدمات على السنوات السابقه اللي قلتي قبل 60. نعم راه خدمات على بريشه وكوستات يام وهذا. ما خرجوش. لا كانت على المدة مرحله قديمه رسميا. اما تقرير الحقيقه شمل كل ما حدث. دابا حنا تنتكلموا على واش اشتغلوا عليها او ما اشتغلوش عليها، راه اشتغلوا عليها ولكن ما تنصفوش. خرجت التقارير. ولكن هذا كما اقول دائما، الوطنيه لا ثمن لها الاستاذ. الوطنيه لا ثمن لها. بهذه الكلمه غنساليو، بهذه الكلمه غنساليو. أشكركم جميعا على المشاركة في النهاية. أشكر ضيوف البرنامج السادة عدي السباعي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، محمد محفيظ عضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، الدكتور حميد الربيعي أستاذ بكلية الحقوق بوجدة. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وأضرب لكم الموعد الأحد المقبل حيث سنناقش مع ضيوف جدد موضوع تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني. بعد قليل هشام غرفاوي يقدم لكم نشرة المسائية. دمتم بخير وإلى اللقاء.